Salut! Apprendre le français avec les jumelles, cours de français. حيكون معنا بهذا الفيديو أجزاء المنزل وأسماء الغرف بالفرنسي. La maison. La maison. La maison, يعني المنزل, شكله مثل الصورة. L'appartement. L'appartement. هي عبارة عن شقة بتكون بضمن بناية بضمن الباتيمون بنسميها l'appartement. Le garage. Le garage. Le sous-sol. Le sous-sol. Le balcon. Le balcon. La boîte aux lettres. La boîte aux lettres. L'escalier. L'escalier. L'ascenseur. L'ascenseur. La porte. La porte. La fenêtre. La fenêtre. La sonnette. La sonnette. هلا حننتقل لأسماء الغرف بشكل تفصيلي. La chambre. La chambre يعني غرفة. Le salon. Le salon. La chambre à coucher. La chambre à coucher. La salle à manger. La salle à manger. La salle de séjour. La salle de séjour. La salle de bain. La salle de bain. هلا النظام بفرنسا بيكون في عنا اثنين حمامين بالبيت. اول واحد بيكون فيه الدوش زائد المغسلة مكان التغسيل، والحمام الثاني بيكون فيه البيدي. هلا الحمام الثاني بنقول له لا تواليت. لا تواليت. La cuisine. La cuisine. Le bureau. Le bureau. Merci et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. تعلمنا بهذا الفيديو 20 كلمة جديدة عن المنزل. بتمنى تكونوا استفدتوا. وحاولوا تحفظوا هدول الكلمات، تكتبون على دفتر، أو للأشخاص اللي ما بتعرف النطق تحاول تكرر الفيديو لتقدر تحفظون. وإذا عندكم أي سؤال بتقدروا تتواصلوا معي بحساباتي بالفيسبوك أو الإنستغرام، موجودين بالوصف تحت الفيديو. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد.